بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لمن يريد أن يفهم المشهد اسألوا فاوست إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 552 من برنامجكم ملك وكتابة، حلقة الخميس، حلقة فيها كلام كتير جدا. لكن إيه البداية؟ عندما كتب جوتا رائعته الخالدة فاوست يس، الرجل الذي باع نفسه للشيطان لتحقيق مآربه ونجاحاته الشيطان وكأنه يقرأ المشهد الحالي بس. فأنا كده جات لي على بالي وأنا عمال أفكر، مش بقول لكم جاي ناوي على حاجة كبيرة قوي. طيب نشوف أبرز ما في فقرات حلقة الليلة من مضمون مقالي وما قالوا الأهلي بين الشوق وسلامة النية. الغربال الأهلي فين يا خطيب؟ وبعظمة لسانه مسطرة موسى وقانون فرعون. أسرار الملك وصفقة صلاح محسن. الشموع الحمراء عزيز عزة باشا. وأخيرا في مجلتنا من 40 سنة والحل من بعضه. ده أبرز مضمون فقرات حلقة الليلة، لكن يبقى الكلام المهم فيما يثار هذه الأيام مقالي وما قالوا بين الشوق وسلامة النية. فجأة ليلة امبارح وفي وقت متأخر الناس انشغلت ببيانات طالعة واتهامات متبادلة وكلام متناثر، الزمالك بيدعو الأهلي، الأهلي يرفض الدعوة، قيل ما قيل، وضح الأهلي موقفه تماما في بيان مهم جدا. وقبل ما نقراه لكم ونقف عند بعض النقاط، لأنه الحمد لله كله مثبت صوت وصورة، أنت شفت إن ده بين الشوق وسلامة النية إيه؟ دلوقتي أنت يعني يحضرني هنا سمعت تعليق للزميل الخضري، أحمد الخضري في لقاء مع الأستاذ إبراهيم فايق، كان هو الزميل الأوصي، على مسألة الدعوة التي وجهها رئيس نادي الزمالك إلى النادي الأهلي ليخرج بعدها يقول لك اتعاملنا أسوأ معاملة وأنا مديت إيدي وهم رفضوا وأنا كنت عايز. فهو قال كلمة البادرة طيبة جدا، إنك تمد إيدك للمنافس بتاعك اللي بينك وبينه مشاكل، ولكن دي الخطوة الثانية. كان ينبغي أن يسبقها خطوات تحضيرية أو خطوة تحضيرية. هو كان من رأي الأستاذ أحمد الخضر، لأنه راجل طبعا هو منتمي لنادي الزمالك، مش هيقولها أو مش هيحسها زينا، فبيقول لك كان لازم يحصل إن ناس تخش وتقرب المسافات وتكلم ده وتكلم ده. لا، هي مش كده. إذا كانت في سلامة نية كان ينبغي أن يسبق هذه الخطوة اعتذار واضح في طرف اعتدى على طرف بشكل متكرر ومستمر، والطرف الثاني لم يبادله أي نوع من أنواع رد التجاوز، ولكنه لجأ إلى ما يعتقد أنه الشرعيات، الطرق الشرعية، وكتب شكوى هنا وكتب شكوى هنا مرة واثنين وثلاثة، وراح للنيابة وراح ولم يصل إلى شيء. طيب أنت عايز تدوب الخلافات، بداية أنت الطرف الذي سبق أن تجاوز، أي خلاص شجاعة الاعتذار. شجاعة الاعتذار بقى تعمل إيه؟ سلامة النية. ولكن أنك أنت تبعت دعوة أنت تعلم أنها لن يجاب إليها، وكل مصر عارفة النادي الأهلي مستحيل هيستجيب لهذه الدعوة، لأن دعوة ظاهرها دعوة هي على إيه؟ افتتاح بعض المنشآت اللي ما هيش منشآت في حقيقة الأمر كبيرة يعني. يعني هو لو كان في مرحلة التطوير
الكبيرة أو استاد أو بتاع تتفهم الدعوة. لكن لما أنت بتعمل حاجات جوه ناديك تطوير أو بتاع مش محتاجة إنها إنك تبعت هذه الدعوات. لكن أنت حر في سياستك، بعت دعوة علشان كما يعني أفصح عنها إنك إن دي تبقى بادرة لإصلاح الأجواء. ما هو الأجواء دي ما فيش تجاوز من ناحية النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي صاحب حق، اديله حقه. ها، وبعدين تعال بقى ندرس أي تقارب، لكن قبل دراسة أي تقارب دون الحصول على الحقوق أعتقد المسألة طيب تمام نوع من الشو، يعني نوع من الشو قبل الحصول على الحقوق. والحقوق الأهلي قدم بيها مذكرات قانونية معروضة على جهات التحقيق الرسمية، ومن ثم فالأمر معروض قضائيا أو نيابيا، لكن لتوضيح الموقف لأنه يتعلق بأداب العلاقات العامة. حتى النادي وضح موقفه في بيان مهم هنقوله لكم، هنقف مع بعض النقاط اللي فيه. قال النادي الأهلي في بيانه: أولا، تم استقبال مندوبي نادي الزمالك حامل الدعوة بالشكل الذي يليق بقيم وتقاليد الأهلي، وهو ثابت لدينا بالصوت والصورة في كاميرات المراقبة على بوابات النادي، على عكس ما ورد في بيان نادي الزمالك من كلام عار تماما من الصحة، وهو قيامنا بطرد مندوبية. ماشي، ممكن الأهلي حد جاي له ضيف على البوابة عايز يدخل عشان يسلم دعوة يطرده، الأمر لا يستقيم لا مع الأعراف العامة ولا مع تقاليد ونظام النادي أو مع أي مؤسسة بتحترم كل الأطراف وكل الجهات وبتحترم نفسها قبل أي حاجة. فمبدئيا كاميرات المراقبة مسجلة الاستقبال صوت وصورة إن لازم الأمر يعني. ثانيا، بيقول البيان: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة للمشاركة في احتفالات ممن أساء لكل المصريين على مدار ما يقرب من عامين كاملين عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ خارجة وسباب وشتائم وخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير وهدم لكل قيم المجتمع المصري دون حسيب أو رقيب؟ ثالثا، كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن سب وشتم النادي ورموزه وقياداته وكان لهم الاتهامات الباطلة وأساء إلى أسرهم، وهو يحتمي بحصانة برلمانية تقف حائلا أمام تفعيل القانون في بلد سيادة القانون؟ وبيقول البند الرابع في بيان النادي الأهلي مساء أمس: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده ب 13 بلاغ لمعالي المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزاته التي فاقت كل الحدود، وبطريقة شبه يومية على شاشة قناة نادي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف تعطل القانون. البند الخامس في بيان الأهلي بالأمس: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده بشكاوى لكافة الجهات المعنية وطلبنا الحصول على حقوقنا المشروعة وبالقانون، وللأسف لم نتلقى أي رد من أي جهة حتى الآن بالرغم من تكرار شكوانا لذات الجهات على ما يقرب من عامين؟ وسادسا، كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن رفض إرساء مبدأ الروح الرياضية عندما قام أحد أبناء الأهلي بزيارة زميله ابن نادي الزمالك بالمستشفى بعدما تعرض الأخير للإصابة في مباراة القمة، ورفض رئيس الزمالك هذه الزيارة وهذه الروح الرياضية، بل وأعلن رسميا عن قيامه بشكوى ابن الأهلي لاتحاد الكرة والفيفا في سابقة لم تحدث من قبل؟ وختاما في بيان النادي الأهلي: النادي الأهلي وهو لا يقبل المزايدة على وطنيته والقائمين عليه والعمل للصالح العام، يرحب بكل المبادرات التي تساعد على وحدة الصف والتقارب والتلاحم بين كل أبناء الوطن، شريطة تفعيل القانون بحق المتجاوز، تفعيل القانون بحق المتجاوز. ومن يتحدث عن رفض النادي الأهلي لدعوة رئيس الزمالك عليه أن يبلغنا أولا بالطريقة التي نحصل بها على حقوقنا المشروعة في وجود الحصانة البرلمانية التي تعطل القانون. انتهى البيان. خلاص، هو ما خرجش عن يعني النادي الأهلي شرح ازاي، وهو فعلا انت بتفكر فيها. يعني انا لما افضل اعتدي عليك كل يوم كل يوم، وبعدين اتفضل عليك كمان بالدعوه، اقول لك تعالى والنبي عشان في عيد ميلاد حفيدي. يعني مش فرح ابني حتى. ايوه،
فانت متصور انك تيجي يا مزقطط ان انا واجهت لك الدعوه وانا ما عملتش اي شيء يظهر ان انا راجل بعتذر؟ خلي بالك هذا امر لن ينتهي، هذا امر لن ينتهي، لانه اصبح عقيده انك تتجاوز في حق الناس كل يوم، والناس تكتب وتعمل وبعدين الامر ينتهي بان اصالحك بحاجه، يعني ما تتصور انه مصالحه، ان اللي قدامك يتغاضى عن حقه، عن حقوق كبيره، حقوق ادبيه وقانونيه كبيره. طيب ده كان مقالي ومقاله، والمهندس عدلي قال لكم هذا كان ما بين الشوق وسلامه النيه، من هنا كان الاختبار، ومن هنا وجب على النادي الاهلي توضيح موقفه علشان الصوره العامه، عشان كل الاطراف تبقى عارفه ايه اللي حصل، والحمد لله انه حصل ومسجل بالصوت والصوره، كاميرات المراقبه على ابواب النادي وداخل النادي سجلت الزياره كامله، الناس رحب بيهم، دخلوا النادي هيقدموا الدعوه، قالوا لهم لا شكرا احنا ما بنتقبلش الدعوه واهلا وسهلا بيكم، خرجوا في منتهى الاحترام والوقار والتقدير لاشخاصهم ولنادي الزمالك الكبير اللي هم جايين من خلاله. ده كان بيان النادي الاهلي لتوضيح هذه المساله. دلوقتي كلام مهم جدا هذه الايام او هذه الظروف كلها رصدناها بعظمة لسانه. بصوا لما يبقى على راسك بطحه تحسس على اللي جنبك، مع ان البطحه على راسك انت. تعبير مجازي ظريف قاله صديقنا العزيز عصام السباعي مدير تحرير الاخبار، وده خلى بعظمة لسانه تبقى فعلا ما بين قانون موسى او مسطرة موسى وقانون فرعون. مسطرة موسى وقانون فرعون في السياق هي ايه؟ خليني اقول لكم الاول علشان ما اثير من جدل ولغط خلال اليومين اللي فاتوا ومن بعد الحلقه الماضيه. اتحاد الكوره، لجنه الانضباط تحيل المهندس عادل القيعي الى لجنه الانضباط، ليه ملك وكتابه اسال الحكام؟ من هنا اولا التزاما بتقاليد النادي، بالمعايير المهنيه اللي القناه ملتزمه بيها وكل الاكواد المسؤوله، ومنهج ملك وكتابه اللي وصل ل 550 حلقه اعتقد ثوابته بقت ثابته عند حضراتكم. لا عمرنا بنبتذل، لا عمرنا بنخرج في لغتنا عن الاداب العامه والحدود المسؤوله، ولا عن قيم ومعايير المهنه. وبالتالي لما بنقول ان حد قال بنجيب لكم كلامه بعظمه لسانه. فمسطرة موسى وقانون فرعون في هذا السياق، خلينا الأول أقول لكم اللي قالوا اتنين كتاب كبار في الأخبار وفي الأهرام، وبعدين نشوف، يعني ده مش رأي المهندس عدلي لوحده، ده رأي نقدي متاح للجميع. أستاذ عصام السباعي قال حتى المثل الشعبي غيروه وأصبح لو على راسك بطحة حسس على راس غيرك. هكذا فعلت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، فعندما وجدت أن على رأسها بطحة حسست على رأس المهندس عادل القيعي. هي إيه البطحة؟ وهو إيه اللي احنا طرحناه؟ وهو إيه اللي يقصده عصام السباعي في الأخبار؟ جنب منه على شمال شارع الصحافة الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام عبد المنعم كتب في مقاله كلمة حق النهاردة كاشفا عن هذه البطحة اللي أشار إليها عصام السباعي. لما قال الكابتن عصام عبد المنعم في يعني اتكلم في مقالته الاول عن وجوب نقد الاخطاء، وحتى استشهد بسيدنا عمر لما حد قال له اتق الله فحد غضب فقال له لا، يعني ده مشكله لو انا ما قلتهاش وما حدش قالها لي، رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، ما حدش يجب ان يضيق صدره بالنقد، شرط ان النقد يكون محدد وموضوعي. وختم مقالته بيقول لا أوافق مطلقا على الطعن في ذمة طاقم حكام مباراة القمة الأخيرة، لكنني أدافع عن حق توجيه النقد لأدائهم، وكذا عن منطقية التساؤل حول المبرر الموضوعي والفني الذي دعا مجلس اتحاد الكرة لاختيار الحكام الأجانب لمباريات الأهلي من دولة كرواتيا بالذات عطفا على أداء الطاقم الكرواتي الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي. كابتن عصام عبد المنعم بكل خبراته وجلس سنوات طويلة على كرسي رئاسة اتحاد الكورة بخلاف التاريخ النقدي ليه،
بيتساءل التساؤل اللي المهندس عدلي قاله واللي انا قلته ولكل البرامج قالته وطلب التفسير. يا جماعه الحكم الكرواتي ادار مباراه للاهلي مع بيراميدز الموسم الماضي، هي اخر مباراه الاهلي خسرها. لما جابوه لاداره هذه المباراه مجلس اداره الاتحاد السابق، المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره الاتحاد السابق اللي كان في قلب المطبخ اللي جاب هذا الحكم المره اللي فاتت جاي من الدوري السعودي يدير مباراه لبيراميدز مع الاهلي. اديني عقلك. قال احمد مجاهد وهو كان من المطبخ يعني من اهل البيت الجبلاوي، قال يا جماعه ما يصحش ابدا يجي حكم كرواتي من الدوري السعودي لمباراه القمه. لو ما فيش خالص هاتوا مصري، لكن ما يصحش يحصل كده. وده كان قبل المباراه. كل الناس ديت قالت هذا الراي. تحدثنا عن ليه؟ محدش جاوب لنا ليه؟ حتى مش من السياسه خالص، انت جبت حكم اثار ازمه ارجع اجيبه تاني لنفس الفريق في ظرف صعب؟ مش مفهومه. وانا بعد اذنك ممكن اعلق؟ اتفضل. الحقيقه انا ما كنتش ناوي اعلق لان الموضوع يخصني خالص. أيوة. قررت ان انا التزم بالصمت وده اللي عملته بقالي يومين يعني. لما انت خلاص قريت حاجه وجبت سيرتي وبعدين خطر لي وانا اسمع الكاتبين الكبيرين الاستاذ عصام السباعي والاستاذ العصامين عصام عبد المنعم، واحد زي ما بتقول في الاخبار، واحد في الاهرام كبريات واقدم المؤسسات الاعلاميه، خطر في بالي خاطر يا ترى الاتحاد بقى وهم كتبوا الكلام ده هيحولهم للجنه القيم او لجنه الانضباط؟ هم اتنين صحفيين هيقول لك دول نقاد، انا على هذا الكرسي اعلامي ماليش صفه خالص غير ان انا امارس الاعلام من هذا الكرسي المكان. صحيح بدايه ده بس سؤال عابر كده، لكن انا بالنسبه لي انا نيتي ايه وانا عمل يعني؟ اولا ما حدش هيبقى سعيد بمهاجمه الحكام، وانا واحد من الناس قلت كتير جدا من الظلم استوديوهات التحليل بتاعه اداء الحكام، لان الحكم ما عندوش رفاهيه انه يشوف السلو موشن ويبص وحد يراجعه. فلما جاء الفار تصورنا ان بقى عنده هذه الرفاهيه ان عنده حد يراجعه. وانا قلت لك اخشى على دخول الفار في هذا المجال انه هيبقى هي البشر، طالما بيديروا شيء يبقى البشر هم اللي هيعملوا كل حاجه. ده مش كمبيوتر بيقول رايه مجرد، حتى كمبيوتر بيقول لك انت بتدخله داتا بيطلع لك اللي انت دخلته له اجابه على اللي انت دخلته له. فانا وانا اتحدث كنت اتحدث عن حيرتي. ايه الراجل ده جاي يعمل ايه تاني يعني؟ النهارده هو جه عمل كده على فكره حكم لبيراميد الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت، وحكم الاهلي والزمالك السنه دي والاهلي وبيراميدز السنه اللي فاتت يعني اسف اديني عقلك بقى. التكييف جامد. فالمهم اللي انا كنت عايز اقوله هو اللي قاله استاذ عصام عبد المنعم. حد جاوب لنا؟ طيب على الأسئلة. لا معلش هرجع لك والنبي اتفضل اخلص بس. انما انا لنا غرضي ان انا اهاجم، انا اول واحد دافع عن استقلاليه التحكيم. انا قلت اما جه مجلس اللجنه المعينه تدير كره القدم قلت قدامهم ثلاث ملفات يدخلوهم التاريخ، ورغم ان احنا كان من ناس كتير تصورت ان احنا عشان علاقتنا بالاستاذ عمرو الجنايني وكده هنهاجم هذه اللجنه، بالعكس وقفنا ودعمناها في كثير من المواقف، لكن هذا لا يمنع ان احنا لما نستأمن شيء نناقشهم. فانا نناقشهم وننقدهم. ما هو انت بتقول ايه؟ بتقول انك تقدر تحاسب اي حد، ما حدش يقيس على الحساب طبعا. طبعا بس ارجو انه ما يكونش حد يقيس على حساب. هنشوف. ونبي يا استاذ ابراهيم استحملني الموضوع ده، انا عارف انك مستعجل بس خلاص قدامي نص دقيقه.
فأنا قلت لو استطاعت إنها تظبط عدد الجمعية العمومية للممارسين الحقيقيين وتقلل هذا العدد عشان يفرز لنا ناس يعني أصحاب مصلحة، لأن مش ممكن أندية الدرجة الرابعة والثالثة ومراكز الشباب تكون صاحبة التأثير الأكبر في الإتيان بمجلس إدارة اتحاد الكورة اللي هو بيدير مسابقة المحترفين. فقلت تاني تحدي لو عملت رابطة أندية المحترفين، ثالث تحدي لو عملت استقلالية الحكام. أنا كنت في أسبانيا في برشلونة وخدني الصديق كرم البنا وهو محاضر دولي مصري عايش في أسبانيا خبير في التدريب، ورحت زرت مقر الحكام، مبنى مستقل ملوش علاقة باتحاد الكرة الأسباني. فهم هنا الحكام يشعروا بذاتهم ويبقوا متحررين من أي تأثير. أنا طالبت بالحاجات دي، ولو استطاعت اللجنة، والحد دلوقتي ما فيش حاجة شخصية، بالعكس لو استطاعت اللجنة لحد دلوقتي أن تحقق الثلاث أهداف دول على الأقل هيخشوا التاريخ. هي لجنة ملهاش مصالح لأن مش داخلة انتخابات. يوم ما تعمل كده إحنا أكتر ناس هنقف ونسقف لهم. ما هياش المسألة هجوم ودفاع. إحنا هنا استأنى ليه؟ لأن الأخطاء لما تبقى واضحة جدا 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 وهي متكررة لازم نسأل، وإلا ما نبقاش بشر. فأرجو يعني أن يكون الوضع واضح بالنسبة للناس اللي بتسمعني. أنا يعني تحت أي ظرف من ظروف، يعني ما فيش حاجة هتخليني ما دافعش عن النادي الأهلي، ما فيش حاجة مش هتخليني طالما أن أنا ملتزم فعلا بالآداب العامة والأسس التربوية السليمة وتقاليد اتربينا عليها في النادي الأهلي. ما فيش مسألة شخصية، كل الناس زي ما الكلمة اللي بتتقال كل الناس أصدقائي، وده حقيقي. لكن لما بنقول اللي بيستاء بقى هو اللي يناقشني، رد عليا حاسبني، ما عنديش مشكلة، رد عليا وحاسبني. وده تقريبا اللي قاله الزميل الأستاذ أحمد موسى في صدى البلد، لأنه لما سمع الكلام ده تحدث عن المسطرة. هي إيه مسطرة موسى؟ نشوفها. النقد يا جماعة، النقد مباح، ده الدستور بيديني حق النقد، ده احنا بننقد في السياسة. لو في الرياضة، لو تتكلم في الرياضة ممكن تحل التحقيق، حاجة عجيبة جدا. فالنهاردة استغربت من هذا الأمر، انه تقريبا المهندس عادل القيعي طلع بين تقريبا في قناة النادي الأهلي وطلع اتكلم وانتقد، اتكلم وحصل حاجات يعني، فإنه تم إحالته للجنة التحقيق أو انضباط حاجة تقريبا كده. قلت يا جماعة هو في حاجة رسمي يعني حاجة بالمعنى ده ولا مجرد كلام؟ لقيت موضوع عامل كذا، هل صح ولا غلط؟ أتمنى ألا يكون صحيحا. ليه بقول أتمنى؟ لأنه كمان اتحاد كرة القدم يعني عنده مهم أكبر، إنه حد يطلع في أي قناة حتى لو أنا، حتى لو سي من الناس من غير ما أقعد أسمي مسميات يعني. النقد مباح للجميع، محدش يقدر يحاسبك على نقد أنك تنقد، إنك تقول يا جماعة هي الحكاية دي حصلت إزاي. هو أنا النهاردة لما أطلع أقول هو ليه حصل ده وما يحصلش ده، يبقى أنت بتتهم حد لم تهمش حد. وهل في لائحة في اتحاد كرة القدم إنها بتديله هذا الحق؟ طب هو أنا من أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، هل أنا كشخص من عناصر اللعبة؟ طبعا لا، أكيد مش من عناصرها أكيد يعني. طب هل ده يدي، هل في اللوائح يعني لو في لائحة في الاتحاد، أنا عايز الاتحاد كده يطلع أقول لك اللائحة بتاعتنا بتقول 1/17 اللي تحت هذه اللائحة يوقع عليه إجراء. طب في سوابق أخرى، هل حصل هذا الأمر ولا ما حصلش؟ لازم كمان الاتحاد يبقى واضح يا جماعة. ما هو خلي بالك وأنا بتعامل مع هذه الأمور لازم يبقى عندي مسطرة، فالمسطرة تبقى واضحة قولا واحدا. إحنا بلد قانون، مش كده بنقول بلد قانون ودولة قانون، وقلنا قانون وبنقول القانون بيطبق على الجميع. سيد الرئيس بيقولها في مليون مرة في مليون مناسبة، من أول رئيس الجمهورية الأصغر واحد حدش هو القانون،
مفيش حد فوق القانون. مفيش حد فوق القانون، وده اللي كرره الأستاذ أحمد موسى، واتكلم على اللائحة، هي المفترض في لائحة بتنظم المسألة، واتكلم على المسطرة. أنا يعني هعفي المهندس عادل القيعي من التعليق لأنه صاحب الشاء. لا خلاص فخليني بقى. أنا إيه؟ صاحب التعليق. مبدئياً خلينا الأول نمسك المسطرة. المسطرة اللي اتكلم عليها الأستاذ أحمد موسى. بعد التأكيد والتجديد على اللي قاله المهندس عادل، إن إحنا من دي 1 لما تعينت لجنة الأستاذ عمرو الجنايني رحبنا بيهم وكنا مساندين جداً، وقلنا الناس مجردين من أي مصالح انتخابية، ولذلك عندهم أجندة، أو بلاش أجندة لأن دقيتهم شوية، عندهم مهام كتيرة المفروض تنفذ. لكن لما يجي تحكيم بهذا الشكل، ولما خبراء التحكيم كلهم يجمعوا على أنه وليد سليمان تعرض لهذا الخطأ داخل المنطقة، كلهم حتى ميدو وغيره كل الناس عرضت ده، الخطأ موجود ما تحسبش، الحكم اتكرر، غريبة مش قادرين تفسروها، ما عندكوش تفسير مقنع للناس. أقول ده ليه؟ ده ليه؟ ليه؟ علامة استفهام قد كده حول هذا الاختيار. الكل طرحه، كبار النقاد عرضوه، عندكم تفسير قولوه. هو امبارح عندكم تفسير انه انزل في حاجه انه ده اللي لازم يجي لمثل هذه المباراه، قولوا لنا وهنقتنع وهنتناقش على الاقل. امبارح في مباراه الاهلي يا استاذ ابراهيم حصل فيها حاجات والفار تدخل في حاجات. هل ده اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك؟ لا، هاجي لك لموضوع الفار، لكنه خليني اقول لك في اللي قاله الاستاذ احمد موسى. مبدئيا المسطره الناس كلها متابعه وشايفه، اتحاد الكوره وهم كلهم ناس ليها تقدير وكل الاشخاص محل احترامنا اكيد، بس هل وهم بيتعرضوا لكل السباب والاتهامات والاساءات والتجاوزات في حقهم بابشع الالفاظ كلكم سمعتوها؟ احنا يعني طبعا ما نقدرش نجيب على شاشه الاهلي او نكرر هذه الالفاظ تاني. الكره دي من بره يفضل يقول لك الكره دي من بره، لكنه يعني الناس واقعه جوه البتاع بمتر اما ينطوا في الهواء. بص محمود على رجليه الاثنين اهو، رجليه غير رجل كله يا استاذ ابراهيم، يقول لك لو انت ابتديت الحدث من بره واستمريت بيه. انا بس مش عايز اقطع الحته الفنيه لان هي استهلكت والكل اتاكد منها، لكن عايز اقول رئيس واعضاء الاتحاد كابتن محمد فضل، الاستاذ عمرو الجنايني، اللجنه، الحكام نفسهم، مؤكد ان انتوا حضراتكم حافظين كل ما طالهم من اساءات وتجاوزات فجه جدا خلال السنتين او خلال السنه اللي هم اشتغلوا فيها. اعتقد كلكم فاكرين الكلام ده، واحنا نرضى ان احنا نكرر الكلام ده على شاشه الاهلي. حصل حاجه؟ حصل حاجه بجد؟ اتقال خدنا قرارات ايقاف، فين؟ طب وماذا بعد؟ اللي استمر تغليظ العقوبه، في حد بيحتفل بيك بره التجاوزات، في احتفالات احتفالات بنجاح الفار. الفرقعه اللي انتوا سامعينها دي عشان تعرفوا ان احنا قاعدين على الهوا بالمعنى الحقيقي يعني. طيب اذا مفيش حاجه حاصله من نفس المصدر من نفس الشخص من نفس بنفس الشكل وما سمعناش على قرارات خالص، بلاش. المهندس عادل القيعي في النادي الاهلي مستشار لجنه التسويق، كابتن فاروق جعفر وله كل الاحترام مستشار كرة القدم في نادي الزمالك، يتقاضى راتب من نادي الزمالك، مش طعنا فيه، له كل الاحترام. لكن لما طلع كابتن فاروق من كام يوم شوه تاريخ الكرة المصرية، قضى على سمعة المنتخب حتى اللي راح كاس العالم، شكك بل بالعكس أكد أنه كان بيحضر اجتماعات وبيتم فيها تظبيط الحكام ويروحوا بورسعيد، كلام الكابتن فاروق كلكم فاكرينه. بقول لكم نسف ما تحقق من انجازات للمنتخب الوطني حتى اللي راح كاس العالم. سمعتوا حد يتكلم على لجنه الانضباط؟ سمعتوا حد غار شويه واتكلم على محاسبه الكابتن فاروق على هذه الكلمات؟ سمعتوا حد صابته الغيرة على سمعة الكرة المصرية وتاريخها وبطولاتها والإنجازات اللي اتحققت؟ حد نطق؟ إطلاقا إطلاقا. قبل مباراة القمة بأيام كابتن فرجاني ساسي
لاعب نادي الزمالك خارج بيشاور للتحكيم المصري بعد ما اعترض على الحكم ان انتوا صفر، وظهرت والناس علقت والناس اتكلمت والناس استاءت، حد نطق؟ طبعا قبل ماتش القمه ما كانش حد عنده قدر من المسؤوليه والشجاعه والغيره على سمعه التحكيم انه يبعت مذكره ويطلب التحقيق مع اللاعب وايقافه لحين التحقيق. كويس، بس المذكره جاهزه لما نتكلم ونتساءل سؤال ما زال تحت منه علامه استفهام ضخمه، ليه هذا الكرواتي؟ ليه حكم ملاكي لمباريات الاهلي الصعبه؟ واتكررت والناس بتسال. بقول لكم حتى المسؤول في اتحاد الكره السابق احمد مجاهد بيسال، كابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكره السابق بيسال ليه؟ ما هو ما فيش حد بيعمل عمل بشري فوق المحاسبه وفوق التساؤل ومطلوب منه توضيح. حكم ارتكب اخطاء مؤثره جدا ترتقي الى العمديه في مباراه الاهلي وبيراميدز، جبتوه للاهلي تاني في مباراه الزمالك ليه؟ استاذ ابراهيم ممكن لحظه؟ اتفضل. لو احنا فعلا من هواه الاثاره يعني او النقد الشخصي يعني، انا وحضرتك كنا بنتكلم صباحيه المباراه في اليوم الجميل بتاع التغطيه اللي من الصبح بالليل على قناه الاهلي. ايوه. جات لنا معلومه انا وحضرتك واحنا داخلين الاستوديو مفادها ان مرافق الحكام ابنه هو المترجم بتاع مستر كارتيرون. اتفقت انا وانت على ايه؟ ان الحديث عن هذا الامر الان يثير بين البلاء لا داعي له، هنعمل احتقان وهنعمل دوشه قبل المباراة لا داعي ليها، رغم ان انا قلت ايه يا رب ما يحصل حاجة في الماتش تحسسنا ان احنا يعني كان في نوع من الخطأ في التقدير. فتأتي المباراة وترى هذا الأمر، بالعكس تيجي صور ان 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 مترجم كارتيرون بيتكلم الحكم عشان يشوف خاتم وليد سليمان. وليد سليمان هو ايه المقصود بالخاتم؟ ان يعني كابتن وليد يتوتر، يعني تحطه تحت ضغط، تحطه تحت ضغط، وان الحكم يبقى مترصد يفهم ان في حاجه غلط هنا. فلما يجي التحكيم بالشكل ده اليس من حقنا ان نتساءل؟ اليس من حقنا ان نشعر ان هناك امرا ما يحدث؟ ولما نسال عايزين اجابات مش اكتر من كده. طيب الواقع اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها عشان نتكلم على درء الشبهات، عشان نقول ان الناس واقفه في منطقه بعيده عن، انا متاكد تماما ان الاستاذ عمرو الجنان عايز ينجح، هو زملكاوي التراس ده مؤكد، هيهمه نفسه، لكنه هو مؤكد عمراوي، مؤكد انه بينحاز لنفسه ولتاريخه ولاسمه ولقيمته وانه يعمل تجربه كويسه، لا خلاف على كده. بس ما هوش اللي ماسك لجنة الحكام، وما هوش اللي ماسك لجنة العلاقات العامة، وما هوش الموظف المسؤول، وما هوش كل أعضاء اللجنة، كل واحد فيهم عنده توجه وعنده أسبابه، وهيجي الوقت اللي هنقول أسباب كل واحد خلف الستار ماشي إزاي. لكن وقعت العلاقات العامة، الأستاذ شعبان بصاوي مدير العلاقات العامة في اتحاد الكورة، هو اللي كان بيتواصل مع الحكام، هو اللي عارف مين هم الحكام اللي جايين. يعني لو افترضنا انه رئيس اللجنه بس الكابتن وجيه احمد هو اللي اتقال له فقط لوحده، هو اللي اتقال له فقط لوحده اسماء الحكام اللي جايين، او هو اللي تواصل، خلينا عشان ما يزعلش، مدير العلاقات العامه في الاتحاد هو اللي عارف وتواصل وحجز لهم تذاكر الطيران ورتب معاهم الحضور. ما هوش المرافق، لكن ما هو مدير اللجنه مش هيرافق الحكام، بس موظف من عنده شريف عبد العزيز هو اللي قام بمرافقة الحكام. أليس من الأحرص على درء الشبهات؟ أنا عندي مدير علاقات عامة ابنه مترجم كارتيرون مدرب الزمالك، ينفع؟ ينفع التلامس الشديد قوي ده؟ ولما تعمل شرار تقول لنا اتخضيتوا ليه من الشرار؟ ينفع؟ بقول لك لو ده مترجم الفايلر ما ينفعش، ما ينفعش تطلع احد طرفي المباراه على دقه تفاصيل الحكام هم مين وجايين امتى وجايين فين وهينزلوا فين، وده اللي يحجز لهم كمان منعا للشبهات.
احنا ليه مش عايزين نقف في المنطقه الامنه شويه وبعد كده نتضايق ان الناس بتتساءل؟ استاذ احمد موسى قال بالاضافه للمسطره الواحده، واديكوا شفتوا، لا كابتن فاروق جعفر اتعاملت مع حاجه مع المسطره، ولا فرجاني ساسي حصلت له حاجه على المسطره، ولا الساده حكام الاتحاد المصري لكره القدم ومسؤوليه حصل لهم حاجه او عملوا اي حاجه من كل الاتهامات اللي بتحصل. لكن بس جينا عند الاجنده وبقت مشكله. بلاش اجنده، خليها كراسه. اللائحه فيها ايه؟ اللي الاستاذ احمد موسى اشار ليه. ما هو اللي بيننا وبينكم اللائحه. هو ده الدستور اللي بيحكم العلاقه. لا عقاب بدون نص. لما تكون لائحه النظام الاساسي اللي معمول بها في الاتحاد الحاكمه بين كل اطراف المنظومه، انتوا جبتوا منين ان المهندس عادل القيعي مش لشخصه البوزيشن بتاعه عمله مدير او مستشار لجنه التسويق؟ مين قال لكم ان هو عضو من عناصر اللعبه؟ على اي اساس عايز تحقق معاه او عايز تساله او عايز تساله او عايز تلومه حتى؟ سيبكم من ان هو يقول ده بصفته الاعلاميه ومن على كرسي الاعلام. لكن ما يتعلق باللائحه اللي الاستاذ احمد موسى، وانا بجيبها احتراما للاستاذ احمد موسى لانه تساءل عليه، قال لك هو مش المفروض في لائحه يا جماعه؟ اللائحه النظام الاساسي في اتحاد الكره بخصوص لجنه الانضباط. تتكون لجنه الانضباط من رئيس ونائب رئيس وعدد ثلاثه من الاعضاء، ويجب ان يكون الرئيس ونائب الرئيس اللجنه من ذوي الخبرات القضائيه. تحكم قوانين ولوائح الفيفا وظيفه هذه اللجنه، وتصدر قرار اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء. للجنة تطبيق العقوبات الواردة في هذا النظام أو العقوبات الواردة من قوانين انضباط كذا كذا كذا، تخضع هذه الأحكام لكذا، ثم تحدد اللائحة هم مين عناصر اللعبة. عناصر اللعبة اللي اللجنة بتطبق عليهم أو اللائحة بتختصهم: اللاعبون، المدربون، الإداريون، الحكام، الأعضاء المقيدون في مسابقة الاتحاد أو مسابقات الاتحاد، ومسابقات الفروع اللي هي المناطق، ووسطاء اللاعبين الوكلاء لأنه واخدين رخصة، ووكلاء المدربين لأنه معتمد، ووكلاء المباريات المعتمدين لأنه بينظموا مباريات لدى الاتحاد، ومسؤول الأندية، أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ليهم هذه الصفة. فين مستشار التسويق بتاع النادي؟ فين مستشار كرة القدم بتاع النادي؟ هنا المهندس عدلي وهناك الكابتن فاروق جعفر. فين؟ فين من عناصر اللعبة؟ الكابتن فاروق عنصر أساسي في اللعبة، أحد المدربين الكبار، فرجاني ساسي لاعب أساسي كبير، كل ده موجود، كل ده تم غض الطرف عنه وقت ما حدثت منه الأخطاء اللي أنتوا سمعتوها وتابعتوها وشفتوها. لكن أجندة المهندس عدلي هي اللي ضايقت الناس. طب بره الاجنده قولوا لنا لماذا كان هذا الكرواتي؟ ولكم التحيه. بعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا نبحث عن الحقيقه ونمسك كل واحد بعظمه لسانه في الحديث عن مسطره موسى وقانون فرعون. عطفا على ما سبق، مش بس الكابتن فاروق جعفر ولا الكابتن فرجاني ساسي ولا رئيس نادي الزمالك اللي تم غض الطرف عن تجاوزات كثيره حدثت بشان اخطاء في حق التحكيم او اتهامات كالوها لاعضاء اتحاد الكره ومسؤوليه. لا، ده كمان يمكن البعض فكرني بكابتن أسامة نبيه. ما دمنا هنتكلم بقى على اللعب النظيف ونقاء البطولات وسلامة الموقف واتحاد الكرة ومسؤولياته التاريخية، لما عنصر أساسي من عناصر اللعبة كان مدرب منتخب مصر في كأس العالم يطلع يتكلم باعترافه أنه هو لاعب في مباراة تجيب بطولة للفريق المحلة وهو مهاجم للمحلة، ما حبش يجيب جوان علشان الزمالك ياخد البطولة، ده كلام في الأنظمة الرياضية الجادة تتهز الجبال بجد، يتفتح فيها تحقيقات وتطير فيها رقاب رياضيا على ان انت بتتكلم في حق بطولات واللعب النظيف. محدش يتكلم، محدش غضب، محدش ثار حتى دفاعا عن
نظافة اللعب واللعب النظيف وقيمة الرياضة والتنافس الشريف وحقية فريق ظلم، محدش يتكلم خالص. كانت غريبة برضو. فكرتني والله. الحاجة الرابعة اللي أنا عايزها وأمل بإذن الله من لجنة اللجنة التي تدير اتحاد الكورة أن تهتم بها عشان تاخد العلامة الكاملة بقى. يبقوا عملوا للكورة المصرية كل حاجة صح، حطوها على الطريق الصحيح بإذن الله، وربنا يقدرهم يعملوا كده. اللي هي سلامة اللعب النظيف، تفعيل شروط منح الرخص للأندية التي تلعب في البطولات، اللي هي أهمها السلامة المالية، إن لازم ميزانيتك تفي بالتزاماتك، لازم ميزانيتك تفي بالتزاماتك وتقول مصدرها إيه. بس ده يعني عمليا مش لو استطاع والله العظيم لو أشهر رابطة للأندية المحترفة. أنا بقول لك لو أشهر رابطة للأندية المحترفة، الأمل الكبير اللي المفروض الأستاذ عمرو الجناين ومجلسه يعملوه رابطة للأندية المحترفة تدير المسابقة، ويبقى من خلال رخص محترفة يبقى كل واحد عنده موقف مالي معلن، إيراداته ومصروفاته مكشوفة، الأمر ظاهر للعيال. غير كده رايحين في منطقة غسيل الأموال على ودنه بقى ولاحق بقى. نتمنى لمسابقاتنا ونتمنى لاتحادنا كل السلامة إن شاء الله. وإحنا بنتكلم عن الروح الرياضية، وإحنا بنتكلم على العلاقة اللي المفروض تكون بين الأهلي والزمالك وكل الأندية مع بعضية واللعيبة مع بعضية، مباراة القمة كشفت عن لقطة مهمة جدا أثارت جدل كبير. وليد سليمان طلع في جنب عالي مع عبد الشافي، الاثنين اتعوروا. وليد اتعور في صدره بكدمة شديدة غاب عليها عن التمرين يومين وما قدرش يلعب مباراة الجونة امبارح. توصيف الواقعة وليد سليمان طلع لعب الكرة وارتطم به عبد الشافي. كان نتيجة هذا الارتطام وليد اتعور في صدره وعبد الشافي شفاه الله وعافاه اتعور في كتفه. طبعا الشفاء ده لعيب محترم ونتمنى له الشفاء. انسان محترم يعني، ربنا ان شاء الله يعجل له الشفاء ويرجع للملعب بقوه باذن الله. هو كابتن وليد عمل جراحه في الترقوه، زار وليد سليمان لغايه كده. احنا بنتكلم على علاقات رياضيه رائعه جدا. سيبنا برضو انه يطلع نادي الزمالك على لسان رئيس النادي ويقول زيارة وليد مرفوضة واعتذاره مرفوض، كلام غريب في إطار الحرص على الروح الرياضية، كلام مش مكانه ده خالص، لأن احنا عايزين نزكي بين اللعيبة وبين كل أطراف اللعبة الحفاظ على الروح الرياضية. الخطأ وارد، لكن هل وليد تعمد الإصابة؟ هل وليد سليمان شرير إلى هذا الحد اللي قاله الزميل صبحي عبد السلام في قناة الزمالك؟ الكلام اللي قاله الكابتن وليد سليمان بعد زيارته لمحمد عبد الشافي، والله انا شايف انه جنابه الصواب، يعني هو زي ما يكون حد كده عمل تورتايه وراح رشش عليها في الاخر تراب. طبعا بان غير مقبول، ويبدو ان العدوى انتقلت من بنات الكابتن محمود الخطيب لباقي الفئه، فمش هيبقى باين مجلس اداره بس، كل مشكله بعد كده في النادي الاهلي لاي لاعب او عامل غرفه ملابس هتلاقيه بيطلع بيان. اللي عمله ده جريمه، مش اللي عمله في حق عبد الشافي، اللي عمله في حق خمس لاعبين، بطل منهم ثلاث اربع لعيبه كوره ما بين كسر ترقوه واثنين رباط صليبي، وفيهم محمد محمود لاعب في النادي الاهلي ولاعيب كسر مضاعف في الرجل، عارف كسر مضاعف يعني يا احمد؟ زي عود القصب كده، فاهم؟ فده لعيب اصلا مؤذي جدا، انا بطالب باستبعاده. وهشام شحاته. وهشام كل اللي انا بقول لك، لو مش بذكر الاسماء بذكر الحالات. انا بطالب باستبعاد وليد، وعدد الناس اللي اعتقد ان هم ضحايا وليد، وان وليد القاسي او الشيطان ده كسر رجل الراجل كده يعني. راجل مين؟ احد اللاعبين. اللاعب اللي اتحسن كان ما طلع الراجل واتكلم. طيب بس الاول انا عايز اقول ايه؟ ما هو انت، هو وليد طلع خبط حد بالكوع وفتح دماغه وجاب جولين؟ هو وليد داس على رجل شوقي السعيد وطلع قال انا اتعمدت؟ ده في الماتش ده باسم مرسي خبط سعد سمير كوع فتح وشه وجاب جول ايه بعد ما ترنح يعني وشوقي السعيد طلع قال ايوه اتعمدت اضرب. هورهولك وليد سليمان، هورهولك منهجيه ملك وكتابه. انت وجهت اتهام، انت ذكرت اسماء، انت وصفتهم ان هم دول ضحايا وليد سليمان. المساله قاسيه جدا على فكره،
عشان توجه اتهام انه اللاعب ده بطل فلان لعب الكوره واصاب فلان، ده تقريبا تدخل في نطاق الجنايه، ان حد يتعمد اصابه واحد بكسر يحدث له عاهه او يمنعه من ممارسه نشاطه دي جنايه. هذا الجاني الكبير وليد سليمان المجني عليهم اتكلموا. اللعيبه اللي ذكرهم الزميل، اهتم الزميل العزيز مهيب عبد الهادي في الام بي سي انه يجمع اعترافاتهم. ايه اللي حصل لكم من وليد سليمان؟ قولوا لي وليد سليمان تعمد اصابتكم ازاي؟ وكانت دي النتيجه. اللعيبه اللي وليد سليمان يعني حصل معاهم اصابات مع وليد، قالوا ايه على وليد سليمان؟ لان في ناس بيستندوا ان وليد سليمان دخل مع لعيبه كتير جدا وحصل لهم اصابات كتيره جدا، وقال لك ان يعني خلاص احنا مش هنسكت بعد النهارده على الاصابات اللي بتحصل من طرف وليد سليمان. مش عارف، نسمع هشام شحاته. هشام شحاته ده احد اللعيبه اللي كان فيه برضه تدخل بينه وبين وليد سليمان، واللاعب نفسه قال ايه على وليد سليمان. اتفضل يا حسن. حابب اوضح للناس حاجه بخصوص موضوع كابتن وليد سليمان. احنا كلنا اخوات واصحاب بره الكوره، ومفيش حد بيحب الاذيه لحد ولا حد بيبقصد انه يأذي حد، يعني كلنا اخوات واصحاب، والموضوع بيخلص مجرد ما بنتكلم او نتقابل، الموضوع بيخلص وما فيش حد قصده انه يأذي حد. فانا بس حابب اوضح للناس ان ده حماس ملعب مش اكتر، وان كابتن وليد ما بيبقاش قصده انه يأذي حد، وان الكوره فيها كده فيها التحامات وفيها يعني، فما فيش حد بيبقى قصده انه يأذي حد. وانا الحمد لله موجود وبلعب في نادي الانتاج الحربي وموجود، وانا وكابتن وليد اصحاب وزمايل ومفيش حاجه بس يعني. فانا حابب اوضح للناس بس النقطه دي، انه مفيش حد بيحب قصده انه يأذي حد في الكوره. الراجل اللي اتصاب قال لك مفيش حد يقصد ان هو يأذي حد في الكوره. طيب ده هشام شحاته لاعب الاتحاد السكندري، وكان وقت الاصابه دلوقتي بيلعب في الانتاج الحربي. نروح لمحمود رمضان اللاعب الاسيوطي اصابك، قال ايه على وليد سليمان؟ اتفضل. وليد سليمان من اللعيبه اللي هي المحترمه جدا والمؤدبه. الفتره اللي فاتت كان في حمله كبيره جدا عليه، هو لعيب مش مؤذي خالص. انا لعبت عليه اكتر من مباراه مع الاتحاد السكندري ومع الجونه ومع المنيا ومع الاسيوطي. يمكن كان انا راجل بحكم ان انا مدافع، انا كنت بعمل عليه تدخلات قويه جدا، هو ما كانش بيزعل خالص، وبالعكس ده هو في ماتش الاسيوطي اللي حصل ما بيننا دخل جوه اوضه اللبس واعتذر للعيبه، وما كانش في اي خلاف ما بيننا خالص، بل بالعكس هو من الناس المحترمه جدا، وممكن يكون بيلعب بحماس وبقوه لان هو بيحب النادي الاهلي قوي. فهو الراجل من الشخصيات الجميله والشخصيات المحترمه، اتمنى بس من الناس ان هي تهدى عليه شويه، ولان هو لعيب كبير واسم كبير وتاريخ كبير، لعيب في النادي الاهلي ولعيب منتخب مصر. بقول له ربنا يوفقك، وانا شايف ان هو لعيب مش مؤذي خالص خالص، بل بالعكس هو راجل بيلعب على الكوره، بيلعب بقوه، بيلعب بحماس. انا شايف ان الحمله تهدى عليه شويه اللي هي اللي موجوده، بقول له ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. محمود رمضان لاعب الاسيوطي اصاب. ولو جبنا صورة كمان بقى يا جماعة، عرضوا لي صورة عبد الشافي ووليد بيزوره، عشان بس كملنا الناس اللي أصيبوا من وليد سليمان وقالوا إيه عليه واتكلموا عليه وقالوا إيه. أدى هو عبد الشافي بيضحك. والله يا جماعة ما في لعيب هيأذي لعيب، ده دي قواعد كرة القدم. إحنا ما بندافعش عن وليد لأن بندافع عنه الحياة، لكن بندافع عن الأمانة والمسؤولية. منتهى الخطأ والخطورة انك تتهم لاعب انه بيرتكب جنايات في الملاعب بهذا الشكل، وانت تعرف انه القائمين على الامر المجني عليهم بيكذبوا الكلام ده، بيكذبوا الكلام ده بشكل واضح وصريح. شفنا مهيب جاب مين؟ حسام حسن مهاجم النادي المصري، واحد من اللي ورد ذكره في ضحايا الحاوي. نشوف. انا ما اعرفش اذا كان الكابتن وليد سليمان كان قصده ان هو يعورني ولا لا، انا مش هخش جوه نيه وليد سليمان وجوه نيه كل لعيب اعرف هو التدخل بتاعه ده كان مقصود ولا مش مقصود. كل واحد بيلعب في نادي وبيلعب في كيان بيموت نفسه عشان الكيان بتاعه، بيموت نفسه عشان النادي بتاعه، وده مش دفاعا عن وليد سليمان، انا ما بدافعش عنه. هو الراجل بعد الماتش اتصل بيا اعتذر لي وما عنديش مشكله، وانا يعني انا بتربطني علاقه احترام بيني وبين وليد سليمان، اللي هو راجل بشوفه في اي مناسبه بسلم عليه وعامل ايه، وفي عرف الكوره الراجل ده كابتني وراجل لعب قبلي في الدوري وراجل بيلعب في النادي الاهلي،
وراجل ليه اسمه وكل حاجة، انما انا مفيش بيني وبينه صحوبية، يعني احنا مش صحاب بره الكورة قوي يعني عشان اطلع ادافع عنه، ولا احنا اعداء علشان اطلع انتقده وابقى متغاظ منه بقى واطلع اقول ان الراجل ده سبب في اصابتي وسبب ان هو يعطلني ويعطل مسيرتي. لا، انا الحمد لله انا اصلا ما جاليش رباط صليبي، يعني انا اساسا ما اتصبتش بالرباط الصليبي عمري في حياتي الحمد لله. قال لك ما انصبتش اساسا بالرباط الصليبي. هم اي واحد عمل معاه فاول يعني، اصل موضوع وليد سليمان لو عارف طلع ليه، كان جه لحظه كتر الكلام على عنف الكابتن طارق حامد وابتدت الناس يعني تدلل على عنف الكابتن طارق حامد، فجاء الرد ركزوا بقى مع وليد اللي نفسه اطول الحقيقه، قدر ينسينا الموضوع الاصلي والتركيز كله مع كابتن وليد. قصه الكابتن تاني يا ريت تجيبوا لنا اللقطه اللي اتعور فيها كابتن عبد الشافي ده، كابتن وليد طلع ولمس الكره الاول، كابتن عبد الشافي بينط معاه والاثنين اتعوروا، بس حظ الكابتن عبد الشافي ان الترقوع عنده اتكسرت والتاني خد الكدمه. وبعدين هو الكابتن وليد يعني ما هوش يعني تعرف ليستون يعني ولا ميدو، لما بعت اللقطه للحكم الانجليزي في برنامجه على اساس يبقى يتشاف ايه خطا وليد، قال لك ما فيهاش اي خطا، ما فيهاش اي تعمد لاي ولا فاول ولا فاول، ده مجرد الاثنين في طلعه كوره عاديه جدا نتج عنها ان ده اصيب وده اصيب، دي بتاعت ربنا ودي الاصابه. لو عايزين نجيب اللقطه لكن يجهزوها لنا. لكن فكره يا جماعه انه ما حدش بيتعمد ياذي، شفتوا كل اللعيبه اللي اتكلمت مش بس بتبرأ وليد، بتبرأ بقيه اللاعبين انه ما حدش بيتعمد ياذي. لكن حد سمع حد يعترض على لاعب نطق بلسانه انه تعمد ياذي وليد سليمان؟ بعظمه لسانه اعترف شوقي السعيد، تعمدت ايذاء وليد سليمان في قمه الاهلي والزمالك بنهائي كاس مصر؟ نعم. ليه ضربته قصد؟ ليه غلط فيا وكلمت اكتر من مره، قلت له يعني رجعت اكتر من مره، هو برضو اصر ان هو يعني استفزني ان هو بيغلط، وقلت للكابتن حسام غالي والكابتن حسام كلمه يا ده موضوع، وخليته بيرفع الكره دخلت في انكر رجله. انت ممكن كنت تبطله. اصل الشتيمه صعب والله. طب والموضوع خلص ما بينكم ولا ما؟ لا خلاص، ما بعد الماتش خلاص الموضوع انتهى. بعد الماتش الموضوع انتهى. طب لو كنا نفترض مثلا وكان حصل واتصاب اصابه ممكن يبطل فيها كوره، ما انت النهارده ما تستفزنيش وتبقى تقول لي يعني رد فعلي ايه. انا فاكر الماتش ده بتاع الكاس خسرناه، تم كان ابرز اتنين في الفرقه بالمعنى الحرفي سعد سمير، كابتن سعد سمير وكابتن وليد، واحد في اتجاه الهجوم واحد في اتجاه الدفاع. تم إصابة متعمدة بضربة كوع موجهة شجت رأس سعد سمير، ولو انا عندي الصورة هدور عليها هوري لك رجل الكابتن وليد، ايه اللي حصل لها من الضربة المتعمدة لما فرك رجله بالاستاد. صحيح عندنا الصورة، انكر رجله وبقى المرة الجاية نجيبها. وهو بيقول لك انا تعمدت، خلاص بقى ما حدش يطلع ده، هو بيقول لك لا انا اتعمدت عشان انا وبطلوا كوره. بطلوا كوره. انا قلت شغل فتواني مره واثنين، اقول له اتلم يعني بقول لك عشان شتمني او قال لي لفظ يعني بطلوا كوره، واخد بالك. وده الماتش كان اتحقق الهدف، انت خلصت على القوه الدفاعيه والقوه الهجوميه فطبيعي تكسب، ده اسلوب، ده منهج ازاي تفوز بالمباراه يعني. كان منهجا لان كان دي مباراه عكس التيار، كان الاهلي متفوق جدا ودي مباراه عكس، فازاي ترهب وترعب بقى، فكانت واضح انك تنزل تعمل ايه في الملعب يعني. فادي اعترافه من المباراه نفسها، مش يروح بقى يلاقي على ناس ثانيه ادور على لعيبه ثانيه. لا ده نفس اللاعب نفس الكابتن وليد سليمان. وبعدين يا جماعه دعونا كلنا نتوقف عن هذا الامر، لان الحقيقه ليس من المصلحه ان احنا نفضل نشهر في هذا الشأن وفي هذا الاتجاه. احنا على فكرة لو ان التحكيم بينفذ القانون فعلا، اللي يضرب كوعي يطرد، اللي في ماتش الاهلي والزمالك الاخراني ده والفار ومش الفار
الفار راح يتكلم على ديانج في كوره الاثنين دخلوا في بعض فيها، بس رجل ديانج كانت مرفوعه فاستحق الانذار والطرد. لكن يعني معانا كوره اهي، هي دي ولا هي لا يعني. فانما لما تشوف بقى الكابتن الناشئ اللي جاب فينا جون لعيب كويس اسمه ايه بتاع الزمالك، اسامه فيصل، اسامه فيصل، شوف اسامه فيصل قبل ما يجيب الجون عمل ايه، الدخله العنيفه اللي مع ايمن اشرف. ايمن اشرف، وشوف وعلى فكره الحكم وقف اللعب فيها وشكله كان في كونكشن له مع الفار، كان في اتصال لانه فضل يسمع وتجاهل وصمم على انه يكتفي بالانذار، واحنا عارفين ان بروتوكول الفار انه مش هيخطره الا لو في طرد، مش هيتدخل الا لو في طرد، ومع هذا الحكم الكرواتي ابو اجنده حط صباعه على ودنه وما رضيش يطرد، ما رضيش يستجيب للفار، على فكره اكتفى بكارت اصفر. احنا قلنا الحكم عنده اجنده، ما قلناش اللجنه ولا طبعا الحكم يعني ممكن الأجندة من دماغه هو، ممكن الأجندة حد كان قال له حاجة سمعها وجاي يعني. يعني احنا ما جبناش سيرة اللجنة خالص، صحيح ده صحيح. بالعكس احنا عشان اللجنة ربنا يوفقها بإذن الله فيما هو آت لازم تخلي بالها يعني لفوق. طب استنى، لو لقينا الماتش جاي مع بيراميد الحكم ده جاي ايه نعمل ايه بقى؟ نسيب البلد ونمشي يعني. ما احنا ضروري هنعلق. فاحنا يعني لا يسعدنا اطلاقا ان احنا نقول هذا الكلام، ولكن لما بنشوف الملعب يعني هنكذب عينينا بقى ونكذب كل الناس اجمعوا بما فيها خبراء التحكيم اللي هم مسؤولين عن التحكيم انه في كارثه حصلت، ان في سواء داخل مصر او خارج مصر. يعني مش ممكن. جمال الشريف قال لك ازاي؟ انا مش عارف ازاي حكم ما يحسبش. يعني يا كابتن وجيه كل علامات الاستفهام، وبعدين ايه بقى؟ مش ان انت اللي عندك عشان اجنده نغسل. ولا الاستاذ عمرو الجناني عنده اجنده. بص بقى، انما الحكم لا، التبرير بقى اللي يغيظك. يقول لك اصلها من بره فاول، قال انا طلعت ونزلت باللعيب جوه خلاص اللعبه. وحسام حسن مع كومان في هولندا ايه؟ وكابتن وائل جمعه كان في ماتش سموحه اظن وخد رجل اللعيب ودخل بيه لحد جوه مقاولين. ولا كان مش عارف مين يعني، ولا كان طلاع الجيش. طيب وليد سليمان، وليد سليمان شوقي السعيد انتوا سمعتوه بعظمه لسانه قال لك هبطلوا كوره. شايفين دي رجل انسان؟ هي الشوارد ده شايفين دي رجل انسان، دي مش رجل فيل، دي رجل وليد سليمان في ماتش اللي تقريبا شوقي السعيد خلاها ادخل من جسم وليد كلها في مباراه. اللاعب نفسه بيعترف انه عمل كده متعمد الاذيه. شلتوها بسرعه يعني ليه؟ هل 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 اصابات هل اصابات عايزين نشوفها تاني بامعان عشان تشوف التهتك في الانسجه، شوف المنظر عامل ازاي، واللاعب اعترف انه كان يتعمد. دي رجل لاعب كان بيلعب في الملعب، انتم متخيلين كان المقصود بيه ايه؟ دي رجل فيل ولا رجل الحاوي؟ رجل الفيل ولا رجل لاعب؟ دي رجل لاعب تعرض لاذى، اللي ارتكبه قال انا تعمدت وهبطله كوره ومحدش حاسبه، محدش حاسبه. يا اللي بتتكلموا على الروح الرياضيه، يا اللي بتتكلموا على الانضباط، يا اللي بتتكلموا على احترام السلوك الرياضي، حد طلع حاسب لاعب على مصيبه زي كده؟ لو هو من الاهلي او من الزمالك او من الاسماعيلي او من اي نادي، لما يطلع لي لاعب يقول لي انا تعمدت الايذاء وبطله وهبطله، ايه السكوت على الشر ده كله؟ ايه استسهال مثل هذه الخروقات العنيفه قوي بين اللعيبه مع بعضيها عشان اجي حاسب اقول فلان وجاله رباط صليبي؟ يطلع الراجل حسام حسن يقول لك انا اصلا ما جانيش رباط صليبي، مش عارف اللاعب المصري يطلعوا كلهم يقولوا لا عمر وليد ما تعمد ايذائنا، وتسكتوا على رجل الفيل بالشكل ده، وتسكتوا على تصريح لاعب بالعنف ده كله. لكن ليه وليد سليمان؟ وليد سليمان في الفترة اللي فاتت بقى أيقونة شوية، مش بس عند الجماهير الأهلي، عند كل الناس اللي بدأت تتكلم على انحصار منسوب الانتماء في الملاعب. تراجعت قيمة الانتماء، ناس كتيرة
جريا وراء الفلوس، بدأت تضحي بأي حاجة. وليد لما حان معاد التجديد في دقيقة ونص قال لك اللي النادي الأهلي عايزه أنا هعمله، اللي النادي الأهلي عايزه أنا هعمله. عشان كده ما دام في لاعب لسه متمسك بالخير ولسه عنده حرص على شرف الانتماء وعلى قيم الانتماء لازم أن يستهدف. مش هنسيب لكم واحد كويس، اتقالت. مش هنسيب للأهلي لعيب مميز، اتقالت. انتوا يعني ده اتقال، لكن واحنا بنحافظ على سلوكيات اللعيبه مع بعض، على لعيبه الاهلي مع لعيبه الزمالك، على الاهلي مع الاسماعيلي مع الاتحاد مع كل الانديه. احنا هدفنا واضح وثابت، لو في خطا من لعيب في النادي الاهلي هنلومه، لو في خرق للسلوك الرياضي هنكون بكل الامانه ضده، بس نتكلم بالعقل والمنطق وبعظمه لسانه مش بالادعاء. على ذكر وليد سليمان والانتماء وحكايه اصله مش ابن النادي، كابتن احمد شوبير استضاف الكابتن شادي محمد امبارح تقريبا او اول امبارح، وكان بيتكلم معاها على ما يتعرض له الاهلي هذه الايام من ضغط كبير جدا من لعيبه توصف بانها اولاد النادي او هم فعلا اولاد النادي او تربوا في النادي او كانوا لعيبه من قطاع الناشئين في النادي. اتكلم شادي على حق الاهلي على كل الناس اللي بتلعب عنده، مين اللي صاحب الفضل ومين اللي يجب ان هو يتمسك بهذا الحق. نشوف. يعني كنت واحد من اهم كباتن النادي الاهلي، وايضا كنت مذيع لك يعني دور مهم في قناه النادي الاهلي، الان انت خارج القناه، ومع ذلك الكل بيقول ان شادي بيدافع عن النادي الاهلي باستماتة في الوقت اللي البعض بيتهم فيه بعض نجوم الاهلي القدامى ان هم هي الاله اللي بيستخدمها البعض للهجوم على النادي الاهلي. مدى صحه هذا الكلام واشرح لي موقفك يعني. اولا في الاول وفي الاخر النادي الاهلي نادينا. انا بقول دايما يا كابتن احمد واعوذ بالله من كلمه انا، لما تروح تشتغل اي حاجه في النادي الاهلي وانت صانع تاريخ كبير ده حقك. نعم. طبيعي. ولما الاهلي يطلبك في اي حاجه ده طبيعي جدا لخير الاهلي عليك. ولما النادي الاهلي بيعوز منك حاجه حتى لو انت ضد افكار مجلس اداره النادي الاهلي. نعم. ايوه في الانتخابات ما كنت ضد، ولكن ولكن بعد الانتخابات لازم تبقى اول حائط صد حتى لو انا مش موجود. الاهلي علمنا كده، ودي اخلاقيات ومبادئ واحترام عمرها ما تبقى نفاق. مش بتعمل كده عشان تروح تشتغل. طب ما مش شغال. ولو الاهلي طلبني بكره هروح. نعم. واحنا وانا بقول دايما عشان ما حدش يزعل ما اتكلم عن نفسي، اقسم بالله انا راجل خدام النادي الاهلي، لان انا ركبت عربيه محترمه من النادي الاهلي، سكنت في بيت كويس من النادي الاهلي، ليا قيمه في المجتمع من النادي الاهلي. حضرتك وانت بتقدمني وحضرتك بتروح اي مكان كلنا كده. مين اللي كبرنا في المجتمع؟ مين اللي مشينا نتدلع وسط الناس؟ انا هقول لك الاهلي. طز في الفلوس، طز في اي حاجه قصاد اللي انت وانت ماشي. شادي بتاع الاهلي اهو، تمشي فخور فخور بالتاريخ اللي انت عملته. ده كله كلام كويس. مش كلام كويس، كلام من القلب. ماشي. لا ما انا بقول لك كلام كويس، انا يعني ما بكدبكش. العفو يعني. لا كابتن، لكنه البعض الان بيقول لك اصل ده ما بيشتغلش في الاهلي وبالتالي بيهاجم النادي الاهلي. والبعض حزين جدا يا كابتن شادي انه بيعتبروا دول من نجوم ومن رموز النادي الاهلي ومن اللعيبه الهامه جدا في النادي الاهلي. السؤال، هل ده صحيح؟ وهل لازم تكون بتشتغل في النادي الاهلي عشان تدافع، او موقفك من النادي الاهلي بيتوقف ان انت بتشتغل او بتشتغلش في النادي الاهلي؟ انا عامله زي حاجه اقولها لك حضرتك انا هتضحك عليه. بالظبط انا بشبهها كده، لعبني احبك تقعدني اكرهك. ايوه. في البعض للاسف بيفكر كده. انا ما اقدرش ازايد على حد بيحب الاهلي اكتر. نعم. او عايز في البعض واضحه جدا، بدليل اللي في النقاش بيطلع لك حاجات من الكواليس. لا في كذا، انا عاوز كذا. لا يصح. اختلف. اقول لك الحاجه، لو خبطت الباب ودخلت على مجلس اداره النادي الاهلي عايز اتكلم معاك هيقول لك اطلع بره بقيمتك، هيقول لك ما تدخلش النادي. مفيش الكلام ده خالص. بدايه استاذ ابراهيم لازم اسجل احترامي لموقف الكابتن شادي. الراجل فعلا خلاص الانتخابات هذا حق للجميع، اختار الخندق اللي انت عايز تقف فيه، ولكن تخلص انتخابات كل الخنادق مع الراجل اللي نجح دي طول عمرك. خندق المسؤوليه. خندق المسؤوليه.
شادي عمل هذا الكلام، فكابتن شادي يعني، فأرجو أن يقبل مني هذه التحية. اثنين، يقبل يا شادي. ربنا يعني يخليه، هو ده المفروض. الحقيقة هقول لك حاجة، سألوا الكابتن شوبير، هو يعني لازم تكون تشتغل في النادي الأهلي وإلا تهاجمه، لازم تشتغل في النادي الأهلي عشان تدافع عنه. الإجابة بقى من عندي أكمل، هو طبعا قال لا، وهو بيعمل كده، ما هو مش يعني هو مش بيقول كلام ما بيعملوه. هتيجي تقول ما انت عدلي، انت استاذ ابراهيم، ما انتوا بتشتغلوا في قناه الاهلي لازم تقولوا كده. طيب والله العظيم ثلاثه، انا لا يعني لا اشعر بالحريه الا وانا مستضاف، وانا مستضاف مثلا مع الكابتن احمد، مع الكابتن سيف، مع الكابتن مع الاستاذ ابراهيم، مع فاي، مع كل، مع كابتن مدحت شلبي، اشعر بالحريه، اشعر ان انا اقدر اقول اللي انا عايزه. انا هنا مقيد في اطار ان انا قد اتهم، ضوابط يعني، في ضوابط عليك. فكابتن شادي لا يحيى على هذا الامر، بس انا استوقفني حاجه ممكن هي ليها علاقه مش بره السياق بموقف ولاد النادي او موقف الرؤيه الانتمائيه، بلاش ولاد النادي، الانتماء لمين. انا بسمع كلمه بستغرب لها جدا جدا جدا، بس انا هتوقف عليها لانها اتكررت على لسان واحد بذكاء وفطنه وخبره، الكابتن شريف اكرامي. كلمه الاحتراف، ان الاحتراف حلم اي حد، احتراف اللي يطلع بره لازم يبقى حلمه انه يحترف بره، يحترف يحترف يحترف. هي دي مربط الفرس في الكره المصريه، ان اللاعب مهما حصل على اموال لا يشعر انه محترف، ومش عايز يتقيد بضوابط الاحتراف. طب انت في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في نادي بيراميدز ومتعاقد وكل عليك وعليك واجبات، لكن لا، انت لا تشعر انك محترف. ليه؟ لان اجواء الالتزام والمسؤوليه وتحديد الصح والغلط والضوابط غير متوفره. فاللاعب في مصر مش حاسس انه محترف، فهي بتيجي عفويه، بيجي يقول لك الاحتراف. فالاحتراف يخلي الانتماء مقصود بالسفر للخارج، الاحتراف يخلي يعني انا لازم اركب الطياره. في لعيبه في مصر هنا بتاخد مبالغ لا يمكن تحصل عليها بره، صحيح، لكن مش حاسه انها محترفه ولا حاسه انها يجب ان تكون مسؤوله عليها التزام. لا، ده هي مقضياها ان دي سلمه او مرحله. هذه خطوره، وانا بنبه تاني وتالت ورابع عن مسؤولين عن الكره المصريه، حطوا بقى الكلام اللي قلناه، الضوابط دي، خلوا اللاعب يحس انه محترف. اللعيب اللي يمضي لوكيل واثنين ليه ما بيتحاسبش زي بره؟ اللعيب اللي بيمضي في نادي واثنين ليه؟ لانه ما بيتحاسبش زي بره. اللي بيسهر واللي بيتاخر واللي وزنه بيزيد، يعني انا فاكر ان كان في لعيب في مانشستر يونايتد اسمه جورج بيست، في يوم ما كان مصنف رقم واحد على العالم، وكان حاجه زي ميسي كده، وكان هذا اللاعب قضي عليه لانه غير ملتزم، وكان بيسهر وكان بيشرب، الدوري والاحتراف لم يتحمله. بس كده خاطر ارجو ان احنا نتمعن فيه ونفكر فيه. طيب شادي محمد اتكلم معاه كابتن شوبير على حته ولاد النادي المفروض يعملوا ايه. طب لما يبقى في سلبيات في النادي تعمل ايه وانت ابن النادي؟ رد الكابتن شادي، في وقت في سلبيات تقولها، لكن الموجة عالية. لما أنا أروح أساهم مع الكلام ده، أما أنا مش ابن الأهل، ده وجهة نظر. لما أروح أساهم، أما تلاقي الموجة عالية على ناديك، حتى لو أنت شايف اللي فيه غلط، في توقيت قول النقد بتاعك زي ما أنت عايزه، في توقيت أنا مزيدش على حد، ولكن بقول اللي أنا شايفه. ما ينفعش أشارك في ده، ما ينفعش أشارك في ده عشان الموجة عالية والكل عارف الموجة عالية وليه والكواليس عارف. فالأهلي، أنت قلت جملة جميلة بقى قبل ما أدخل، القوة الناعمة، مؤسسة كبيرة عريقة محترمة زي مؤسسات الدولة، فعش أهت فيها عشان أنا مختلف مع رئيسها أو أعضاءها أو سياساتها أو عشان أنا مش موجود. دي القوة الناعمة اللي فيها الملايين اللي بتعشقها، فلازم بالراحة شوية وأشيل الحاجة الشخصية بتاعتي، لازم ابقى موجود في منصب، وما كلنا عايزين ندخل النادي الاهلي نتشرف عشان نشتغل ونقول احنا قد اللي النادي بيديهولنا. ونعلم مبادئ النادي الاهلي كويس، لكن لما تيجي من الكبير المفروض قدوة
اللي نتعلم منه كمان بتبقى صعب. القوة الناعمة، الجملة دي لازم نتوقف أمامها، لأن القوة الناعمة هي ثروات الدول الحقيقية قبل المعادن والبترول والذهب القوة الناعمة، إن في يوم من الأيام السينما تخليك في كل مكان في الوطن العربي وتخليك قريب من قلوب الشعوب العربية، السينما والفن والأدب والشعر والموسيقى والغناء القوة الناعمة، الرياضة قوة ناعمة، العلماء رغم جفاف الكلمة لكنها قوة ناعمة، إن عندك فلان الفلاني ده اللي خد نوبل اللي مرشح لمش عارف إيه القوة الناعمة. فأنت لابد، أنا مندهش عدم الحرص والحفاظ على الكيانات اللي زي النادي الأهلي والزمالك وكل الأندية الشعبية، هذه قوتنا الناعمة. هنيجي لقيمة الأهلي العالمية، لأنه هتلاقوا فيها كلام يسعدكم جدا ويفخر به كل مصري وكل محب للأهلي كواحد من مكونات القوى الناعمة المصرية، كلام مهم جدا في سياق الحلقة الليلة دي، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم، لكن قبل ما ننسى أستاذ إبراهيم لازم ندعو بالشفاء للكابتن أحمد جابر كابتن نادي الأهلي واللاعب الدولي في كرة اليد، عمل عملية دقيقة نرجو له الشفاء بإذن الله. وأيضا نترحم على كابتن عبد الرحمن عوف كابتن كرة الطائرة في النادي الأهلي ونائب رئيس الاتحاد السابق رحمة الله عليه، ونشاطر الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي، الأحزان لوفاة زوج نجلته، توفى شاف كتير محسن ربنا معاه وربنا يتولى الفقيد برحمته يا رب. طيب بعضمة لسانه كمان، أحيانا في حاجات بتتقال وبسرعة محدش بيعلق عليها فتتحول عند الناس لحقيقة، وطبعا في ظل السوشيال ميديا وفي ظل تبادل الكلام تفضل مع الوقت بقت حقيقة. من ضمن الحاجات، الحق ده السنة دي لغوا بطولات الناشئين السنة دي، عارفين ليه؟ عشان اللي قاله الزميل إيهاب الفول. انت النهاردة انت الاول في كل قطاعات الناشئين، تم تأجيل كل لا الغاء مش تأجيل، يعني لغوا الموسم، لغى الموسم عشان انت الاول. لو نادي الاهلي تفتكر كان لغى له الموسم، لو نادي الاهلي كان جاب المدرب اللي هو بتاع قطاع الناشئين الجديد ده او اكتشف له 3 4 لعيبة كان لغى له الموسم، كان ممكن يلغي لك. لو انت الاول زمالك الاول كان لغى الموسم بتاع الزمالك وكان شغل الناشئين وكان قال لك لغينا الكبير عشان مصلحه الكره المصريه وهنشغل الناشئين. ما تبقاش عارف ايه المفروض، في مبدا انت ماشي عليه، خريطه انت ماشي عليها، بلان انت ماشي عليه، ما تبقاش عارف. المفروض انا خايف عليك وخايف على ابنك وخايف على اخوك الصغير، لكن خايف على ابنك الصغير بس ومش خايف على الكبير؟ طب ده الصغير او الكبير عرضه اكتر للاصابه بفيروس كورونا اكتر من الصغير. يعني كل ما الانسان اتقدم في السن كل ما بقت فرص اصابته بالكورونا اكبر. يعني انا لاعب الصغيرين وما لاعبش الكبار، يعني لو اجل اقول لا يا جماعه ده وفقا لمنظمه الصحه العالميه ووفقا للاحتياطات والاحترازات اللي المفروض يلعبوا الناشئين، لكن عشان نادي الزمالك هو الاول فمش مهم بقى ايه نقلب الايه المعدوله ونعدل الميله. يعني علشان نادي الزمالك الاول في كل القطاعات في كل مسابقات الناشئين، يبقى الاستاذ عمرو الجنايني واتحاد الكوره يلغوا قطاعات الناشئين كلها عشان الزمالك الاول، عشان الاهلي بعيد. مجامله للاهلي، دي سطوه الاهلي، ده تاثير الاهلي، مش ده الكلام؟ الغريب جدا في الكلام ده في الفيديو ده ايه؟ ان الكابتن طارق يحيى بيسمع الكلام وبيامن عليه وهو مدير قطاع الناشئين في نادي الزمالك، يعني عارف الحقيقه وما فيها. سيبنا انه الزميل ايهاب الفولي راجل كصحفي المفروض يستوثق من المعلومه او عشان يتبنى راي، حتى لو راي بهذا الشكل ما عنديش مشكله فيه، بس يبقى قائم على حقيقه، قائم على حقيقه سليمه، مش على كلام مرسل فيه كله غلط. يا جماعه دوري قطاعات الناشئين اللي اتلعب الموسم ده كان فيه 4 بطولات جمهوريه
على مستوى الجمهوريه. آه. مسابقات المناطق الزمالك بيلعب في منطقه الجيزه والاهلي في منطقه القاهره وكل نادي في منطقته. لكن دوري الجمهوريه 4 بطولات. هو الراجل بيقول انه الزمالك كان متصدر كل البطولات والاهلي بعيد. الاهلي ده وحش بعيد. تعرفوا انه الاربع بطولات لما اتلغت الاهلي متصدر بطولتين، انبي متصدر بطوله، الزمالك متصدر بطوله. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الكلام اللي سمعه الكابتن طارق يحيى وما ردش؟ ما ردش حتى على الحقيقه، سيبكم من اي حاجه، ما عنديش مشكله في المنطق، بس على الحقيقه وعلى المعلومه. بطولات كانت السنه دي 99 و2001 و2003 و2004. الاهلي بيتصدر مواليد 99 ومواليد 2004. انبي بيتصدر بطوله 2002 والزمالك بيتصدر بطوله 2001. بطولة 99 الأهلي عنده تصدرها لما اتلغت 65 نقطة من 27 أسبوع. عارفين الأهلي المنهار كان عنده 65 نقطة، الزمالك اللي لغوا البطولة علشان هو متصدرها كان عنده 38 نقطة. 65 ل 38. ممكن كان في المركز على السابع بس قبل التاسع. ما قبل ما تنقل لفرقة تانية عايز أتكلم على 99 عشان يبدو للناس ان فين ناشئ الاهلي. ناشئ الاهلي فيه حوالي 11 من 10 ل 11 لاعب معارين للانديه. في الفرقه دي. لكن هم لما دمجوها مع ال 99 مع ال 2000 قدروا يعملوا فرقه ايضا تتصدر وتبقى بهذا التفوق يعني. لكن ما حدش يعني انت ما حدش بيتكلم على ان عمار معار، ما حدش بيتكلم ان مجموعه ال الجونه معارين 4 أو 5 لعيبه. فانت الخلاصه بتاعه الفرقه معاره بره. صحيح. شوفوا الفرق، واحد عنده 65 نقطه الاهلي، الزمالك التاسع ب 38 نقطه، ومع هذا الاهلي اتلغت علشان الزمالك متصدر، عشان ال 38 أكبر من 65، خلينا في المنطق ده بتاع وزارة التموين، نفس المنطق. طيب بطولة 2004 الأهلي المتصدر ب 44 نقطة من 20 مباراة، 44 نقطة، الزمالك 36 نقطة. مين المتصدر ومين اللي اتظلم من قرار الإلغاء، الأهلي ولا الزمالك؟ أبو 44 ولا أبو 36؟ بطولة 2001 الزمالك يتصدر برصيد 59 نقطة من 26 أسبوع. الأهلي كان عنده 50 نقطة وكان له مباراة مؤجلة، يعني كان محتمل يوصل لل 53، يبقى الزمالك دي البطولة المتصدرة. 2001. بطولة 2003 إنبي المتصدر عنده 54 نقطة، كان لعب 22 مباراة. الزمالك الرابع 49 نقطة، الأهلي بعد منه عنده 38 نقطة وليه مباراة مؤجلة. يعني إنبي بيتصدر بطولة، الزمالك بيتصدر بطولة، الأهلي بيتصدر بطولتين، والفوارق في النقاط أنتوا شفتوها. جبتوا منين إنه اتحاد الكرة علشان الزمالك متصدر والأهلي بعيد لغى الموسم؟ هو مين اللي رجع، مين اللي وقف الكرة، مين اللي رجعها؟ مش اتحاد الكرة. ده الدولة. الرؤية. ده كان كلام كتير مسكنا كل واحد بعظمة لسانه، وأعتقد كان العرض بالمنطق اللي انتوا شفتوه فقط بحثاً عن الحقيقة. والله تاني لو الحقيقة ضد الأهلي هنقولها، حرصاً من البرنامج على إن احنا بنقول للجمهور حقيقة، وبنحاول إن الناس تعرف أصل المسألة إيه بمنتهى المنطقية وبالشكل الموثق، لأنه كل واحد بيتمسك من عظمة لسانه. دلوقتي كلام كبير وكتير مهم جدا حطيناه لكم في الغربال. الاهلي فين يا خطيب؟ كلمه بتسمعوها كتير الفتره اللي فاتت، لدرجه انه الناس اللي عندها هذا التوجه ضد النادي الاهلي وضد مجلس الاداره وضد الكابتن محمود الخطيب خلوها البانه، فبقت منشطات في الجرايد من انتشارها. عشان كده حرصا على ان احنا نقول لجمهور الاهلي هو الاهلي فين بالظبط مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. عايزين نعرف احنا فين.
مش يجوز الناس ديت بتتكلم صح؟ مش يجوز الناس ديت قلبها حن على الاهلي قوي وبقت خايفه عليه؟ مش يجوز الناس ديت عندها منطق علينا ان احنا نصدقه او نسمعه او نناقشه؟ كلام كتير وبيطلع من كل الاتجاهات. الاقي مثلا في الاخبار يكتب الاستاذ محي الدين عبد الغفار الاهلي فين يا خطيب؟ سيبنا من ان الاستاذ محي راجل زملكاوي جدا وهو زميل عزيز، لكن كتب عمود الاهلي فين يا خطيب؟ مش في الاخبار بس، في الجمهوريه كتب الاستاذ جمال هليل مين يحاسب مين في الاهلي؟ فايلر المتهم الاول يبرئ نفسه ويتهم اللاعبين، هل من حق النادي معاقبه المدرب ام ان اللاعب او ام ان اللاعب حيطه مايله؟ وهنلاقي في الاهرام المسائي رجع الاهلي يا خطيب، رجع الاهلي يا خطيب. طب ما نقول لكم النهارده عشان تشوفوا قلب الناس دي على الاهلي عامل ازاي، وقلب العالم كله بره او نظرته للنادي الاهلي ازاي، عشان تفخر انك اهلاوي، عشان تسعد انك مصري، عشان تزهو ان بلدك فيها نادي بقيمه النادي الاهلي. ما دام بتحب مصر بجد يجب ان تسعد وتزهو وتفخر وانت بتعرف ان النهارده الخميس 27 اغسطس ابرز مواقع الاهتمام بتصنيف كرة القدم وإحصائياتها وانتقالاتها. النهاردة كل المواقع العالمية تتناقل ما صدر عن موقع ترانسفير ماركت العالمي أن الأهلي المصري الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن الواحد وعشرين حتى الآن. بصوا الفخر بقيمة الأهلي، بصوا القيمة العالمية اللي وصلها النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب اللي انتوا بتسألوه الأهلي فين؟ هيقول لكم الأهلي أول أندية العالم يا حضرة المحترم أنت وهو. لو عايزين تطمنوا على الأهلي، الأهلي موقع ترانسفير ماركت بيقول لكم أنه تصدر ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين، جاء في المركز الأول برصيد 41 بطولة متفوقا على كل أندية العالم، حيث احتل البايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 40 نقطة، تساوى فريق لينكولن ريد أمس من جبل طارق مع البايرن في عدد البطولات، جاء في المركز الثالث، برشلونة جه الرابع ب 34 بطولة وكانت القايمة بعد كده على هذا النحو. الخامس بورتو البرتغالي 33، شختار الأوكراني 33، سلتيك الاسكتلندي 33، دينامو زغرب الكرواتي 33، شيرف تيراسبول المولوديفي 33، اوكلاند سيتي النيوزيلندي اصدقائك يا باشمهندس 33 بطوله، ريال مدريد 30 بطوله، باريس سان جيرمان 29 بطوله. ده موقع ترانسفير ماركت وهو بيحسب بعد 20 سنه في هذا القرن الكره رايحه فين، الناس اللي بتاخد بطولات وصلت لفين. فاللي انتوا بتسالوا عايزين تطمنوا على الاهلي، لا يا سيدي اطمن منك له، الاهلي على راس انديه العالم. ما اعتقدش هو ده بقى قيمه تشرف اعلى من كده. لا هو ده بقى القوه الناعمه، ان اسمك يتردد وتشرف بلدك في المحافل الدوليه. ما هدي ترانسفير ماركت ده سوق الانتقالات، يعني ده حاجه معنيه بالقيمه التسويقيه لكره القدم. فلا انت محطوط كده. والله لو حصل الاهلي افريقيا على حقه ال 41 تبقى ممكن يا 44 يا 45 ان شاء الله. لا في اللي فات في بطولات كتيره فاتت اللي فات كنا بنشوف يعني يطلع الحكم التشيك اللي بيدير ماتش الاهلي والسوبر بتاع الزمالك والاهلي في السوبر يعترف انه كان في ضربه جزاء للفريق. انا بتكلم افريقيا كمان، بتكلم افريقيا طبعا. ادرامه الماتش بتاع الاغتيال المعنوي الوداد اللي اتلغى ده مروان محسن ده لو بخته حلم. الجولين اللي اتلغوا له ببطولتين سنتين ورا بعض اتلغوا جولين صحيحين. وطبعا ماتش الكارثي بتاع النجم الساحلي. طيب اذا شفنا الاهلي فين؟ شفنا الاهلي مع الخطيب فين؟ شفنا مجلس اداره الاهلي دلوقتي واصل بالاهلي لغايه ايه؟ طب ده من فراغ؟ احنا بنتكلم على احتراف. المهندس عادل من شويه قال لكم هو ليه لاعبتنا هنا مش عايزه تلتزم بالاحتراف الا لما الباسبور يتختم ويسافر بره، وكان الاحتراف هو السفر للخارج. كلمه احتراف، انت مش عايز تحترف
حتى بقت عاديه عندنا كنقاد ان احنا نسال السؤال ده. النادي الاهلي عشان يوصل للي وصل له عايز فلوس، عايز فلوس عشان يسعدكم كلكم ويسعد كل جماهيره. بالمناسبه اطمنوا تماما على تدعيمات الفريق باذن الله للموسم الجديد واهتمام الاهلي بقطاع كره القدم على نحو غير مسبوق. عارف اصعب حاجه بالنسبه للاهلي ايه دلوقتي؟ انك تجد اللاعب المناسب بس. لا يحول بين الاهلي وبين التدعيم السليم الا وجود الخامه. واطمنوا لانه الاهلي لا يبخل على فرقته. شفتوا اعلى عرض قدمه لرمضان صبحي لهيدرس فيلد الانجليزي؟ الانجليز نفسهم اتكلموا ازاي؟ باحترام عن النادي الاهلي. ولما الاهلي وصل ل 3 مليون استرليني وربع كانوا موافقين وبعتوا موافقه كتابيه وقالوا ان احنا احترمنا الاهلي جدا والتزامه معانا. بس الكلام ده مش من فراغ، هو عشان اقول لكم موقف الاهلي يطمئنكم جدا لازم تعرفوا. هو الكابتن الخطيب ومجلس ادارته عملوا ايه في ميزانيه الاهلي؟ ما دام الحياه فلوس والانديه محتاجه احتراف، ومن حر ماله لا دعم ولا يحزنون، من حر مال الاهلي، ميزانيه النادي الاهلي قبل ما مجلس الاداره الحالي يجي وهي في التصاعد، يعني مجلس المهندس محمود طاهر كان عمل قفزات على ما قبله لانه موارد بتتنامى. هي وهي دي طبيعتها، هي دي طبيعتها. بس الحقيقه في ابتكارات تسويقيه أيوة حصلت في المجلس ده بتعمل قفزه كبيره. ضعفت ازاي بقى؟ اهتم بقى كاهلاوي. اخر ميزانيه للمجلس السابق كانت في 30/6/2017 829 مليون. جه المجلس الحالي، وانا قلت لكم دي كانت ميزانيه كبيره ضافت على ما قبلها. جه المجلس الحالي برئاسه الكابتن الخطيب، اول ميزانيه ليهم في 30/6/2018 كانت بقت كام؟ يا اللي بتسالوا الاهلي فين يا خطيب؟ كانت 1,294,000,000 جنيه. 1,294,000,000 جنيه، يعني 1,300,000 اول ميزانيه لمجلس اداره الخطيب. دخل المجلس مرحله المليار. طب هنقف عند المليار؟ رقم كبير، رقم ضخم. الميزانيه اللي بعديها في 30/6/2019 بقت كام؟ 2,066,000,000 جنيه. 2,066,000,000 جنيه. متخيلين الرقم؟ ومتخيلين حجم الانشاءات اللي بتحصل في اربع فروع في آن واحد؟ الميزانيه المحتمله او المتوقعه في 30/6/20 اللي هتعرض على الجمعيه اللي جايه تقترب من 2,270,000,000 جنيه. عايز اتوقف هنا عشان انا وحضرتك كنا قاعدين مع صديقنا ويعني صاحب خبرة هائلة في السوق اللي نطر السوق الكروية نطرة في مجال الاستثمار الرياضي، الأستاذ محمد كامل. صحيح. فاحنا بنتكلم على حزمة الوحدة الاقتصادية اللي اتعملت أخيرا، فقال لنا ان احنا لما نقسم الرعايه وال البث التلفزيوني كانت حوالي 146 مليون في السنه. لا ده الرعايه بس، 146 مليون في السنه غير بس. الضخ اللي بيعمله الحزمه الاقتصاديه وده ابتكار جديد، ايوه، 68 مليون جنيه في السنه، يعني زودنا أكتر من 50% أو حوالي 50%، يكاد يكون 50% بالظبط، 50% بالظبط على الميزانية بأفكار جديدة. ولسه أستاذ محمد عبد المطلب دي أحد أهي، يعني برضو دي أنماط جديدة في تنمية موارد الأهلي ما كانتش موجودة. ولسه قال عندنا الكثير بتاع مدير التجاري الوي لشركه وي قال لا ده اللي بيننا وبين الاهلي هناك امور اخرى جديده هتشوفوها. يعني ال 2 مليار و200 دول دي ميزانيه مش موازنه بتوع المحاسبه يقدروا يشرحوها لاصحابهم واخواتهم. الميزانيه عن السنه اللي خلصت الموازنه اللي جايه بقى ممكن تتجاوز هذا خالص بكتير على
الافكار الجديده اللي هتتحط. طيب فين الاهل يا خطيب؟ ما هو اي حاجه تبدا بالاموال، انت مزنوق ماليا ولا هتقدر تفي بالتزاماتك؟ عندك سلامه ماليه ولا عندك شفافيه ماليه تقدر ميزانيتك تفي بالتزاماتك؟ هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات في القرن الجديد، هو نادي القرن في افريقيا في القرن الماضي، والمتصدر حتى الان، هو صاحب اعلى ميزانيه لاي نادي رياضي موجود في المنطقه، واكبر قدر من الانشاءات واكبر عدد من الفروع. لكن لسه بنسال الاهلي فين يا خطيب، وبعد الفاصل هنشوف ودى النادي الاهلي فين. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه بنهز في الغربال كل الكلام اللي اتقال، وكانت ابرز حاجه فين الاهلي يا خطيب، رجع الاهلي يا خطيب، الاهلي فين يا خطيب. قلنا لكم او رد النهارده موقع ترانسفير ماركت العالمي، قال لهم الاهلي اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات، الاهلي نمبر 1 لو عايزين تطمنوا يعني، او لو يهمكم تطمنوا. وقلنا لكم الميزانيه من حجم الارقام بالتوالي ازاي. استلم مجلس إدارة النادي الأهلي ميزانية النادي وهي 829 مليون جنيه، وصلت ل 2 مليار و 70 مليون جنيه بأنماط. مهندس عدي اتكلم دلوقتي على الوحدة الاقتصادية من لا شيء. النادي الأهلي كان بيدفع أرقام كبيرة جدا كل سنة في تأجير الملاعب في المباريات، وكان عشان يروح يلعب في برج العرب كملعبه لازم يبات في الإسكندرية فيسافر ويبقى فيه يومين فاصلين او ثلاثه زي جدول الدوري دلوقتي، فيبات اكتر من وقت، كلها فلوس واهدار للوقت وللعيبه. لما المجلس يحط ايده في ايد مسوق كبير جدا زي الاستاذ محمد كامل ما اشار للمهندس عدلي، ويبدا في استنباط افكار وانماط جديده للاستثمار ما كانتش موجوده، بدل ما كنت بتلعب على ملعب بتدفع فلوس وتاجره، لا ده سيادتك هتلعب وتاخد فلوس، وهتلعب على ملعب هيفضل شايل اسمك استاد الاهلي والسلام لمده 9 سنين جايه، ويدخل مع حمام السباحه بتاع التربيه والتعليم، بدل ما كنت بتاجره سنويا بقد كده عشان تستخدمه، لا حمام التربيه والتعليم، فرع الاهلي الجديد في الاقصر، اسوار النادي، تطوير قناه الاهلي. طب بتعدي جنب النادي الاهلي تفرح من شكل الاسوار، تفرح بالصوره والشكل. ده النادي الاهلي اللي بتساله عليه هو راح فين. وبعد كل هذه المزايا اللي بيوفرها المجلس في عقد الوحده الاقتصاديه، خلي بالك من نقطه يا استاذ، مع هذه الشركه الوطنيه المحترمه، ياخد الاهلي 60 مليون جنيه سنويا، 68 مليون. لا كمان، ويوفر فلوس، لان كل حاجه من دي كانت بتصرف، كانت بتصرف طبعا. ده الاهلي. لكن لو هتفتكروا بقى، لانه اكثر حاجه تسعد اي اهلاوي اراده الاهلي، اراده الاهلي لما تبقى حره، وده موقف النادي الاهلي ودي قيمته التاريخيه على فكره. في عز الموسم وبدايه مجلس الاداره، فجاه يجي الاتجاه لكسر الاهلي او احراج مجلس ادارته او اجبار محمود الخطيب على ما لا يقبله، فتنسحب شركه صله وتنسحب شركه الملابس سبورتا في وسط الموسم. موقف شديد الاحراج يهز اي كيان. فجاه الموقع اللي انت او الشركه اللي انت او الوكاله اللي انت متعاقد معاها بتنسحب. هل ده بهدف افقار الاهلي، تجويع الاهلي، احراج مجلس الاداره؟ يا اللي بتساله الاهلي فين يا خطيب، شوفوا مجلس اداره النادي الاهلي عمل ايه. كلف الكابتن محمود الخطيب باداره الازمه، بس الخطيب اللي ملوش في الاداره قدر من خلال هذا الجيم يوصل بحق رعايه الاهلي بعد كل المنافسه الشديده جدا بين الشركات، شركه وطنيه زي برزنتيشن تاخد حق رعايه الاهلي باعلى من اللي كانت واخداها صله، بامتيازات اعلى من اللي كانت واخداها صله، ويوصل او يتحدى يتخطى النص مليار بعد منافسه مع شركات اخرى. الفارق بينهم
250 ألف جنيه حاجة زي كده يعني. أيوة. يعني في تهافت على النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه صادر حوالي 150 مليون جنيه كانوا حق قانوني من انسحاب شركة خطاب ضمان أو حاجة زي كده، المبلغ مش متذكر صحيح، لكن أعتقد أنه هو المبلغ تقريبا كده. إذن لا، وكسب القضية بتاعت لجأ لكل المسالك القانونية، خد الفلوس من شركة مسك، خد مستحقات للنادي من كل الأطراف. طب والكورة؟ الكورة الفريق متصدر بطولة الدوري بالفرق اللي انتوا شايفينه ما شاء الله، رغم كل التحكيم الفار والعفاريت وكل اللي حاصل، الأهلي بيتصدر بفرق 17 نقطة عن أقرب منافسيه. السنة اللي فاتت الموسم اللي محفور في وجدان كل الأهلوية يا اللي بتسأله الأهلي فين؟ الأهلي السنة اللي فاتت تحدى كل الأطراف المعادية له واللي أرادت تركيعه وكسر إرادته، وقدر ياخد بطولة الدوري بعد ما كانوا بيقولوا الأهلي هيهبطوا في المنطقة الدافية. شوف الأهلي عمل إيه السنة اللي فاتت بفضل سياسة مجلس إدارته وقدرته على أنه يقود النادي في أعتى الظروف، أعطى الظروف، سفينة في عرض البحر تتقذفها كل الأمواج من كل الجهات، ويصمد الأهلي وينجح ربان هذه السفينة في أنه يصل بيها إلى منصة التتويج رغم كل هذه الأعاصير اللي هيجي وقت والناس هتعرف تفاصيل كتيرة فيها. ده الأهلي ياللي بتسأله الأهلي فين؟ على صعيد الناشئين، الرجل المدرب التشيكي الجديد تشكلت لجنة معاها الكابتن خالد بيبو ومعاها الخمس مديرين الفنيين بتوع الفرق كلهم ناس خبرات، وتم الاستقرار على غربلة القطاع، مش هيفضل موجود في قطاع الناشئين إلا العناصر الموهوبة المؤهلة لتمثيل الأهلي. هتبدأ عمليات الانتقاء وعمليات المراجعة. القرار الواضح إيه من خلال هذه اللجنة الجادة؟ مفيش لاعب هيمشي من الأهلي إلا لو موافق عليها اللجنة بالكامل بالكامل. عشان كده فيه كتير من الكباتن المدربين أبنائهم مشوا، مدرب كان ابنه موجود ما كانش بالمستوى اللي يأهله للاستمرار، النادي بيشكره وبيتمنى له أنه ربنا يوفقه في أي مكان تاني. اللي بيحب الأهلي وبيحب الكورة وعنده قدر من الموضوعية هيستقبل ده بنفس راضية جدا وباحترام. أنا هبقى غلطان لما أخلي لعيب يفضل موجود أقل موهبة من ابنك اللي مشي، لكن مش هيفضل في الأهلي وفقا لهذا الغربال إلا من يستحق يمثل الأهلي، لأن الأهلي مقدم على مشروع كبير جدا في رعاية الناشئين والارتقاء بهم. شوف مؤكد الأهلي بياخد تجربة جديدة، يا رب نشوف نتائجها زي تجربة كورفر كده، يعني قبليها كانت ناجحه لحد دلوقتي بناخد من ثمار هذه التجربه. لكن اعتقد الكلام كتير بس الوقت داهمنا يا استاذ ابراهيم، داهمنا الوقت وداهمنا كمان لانه المهندس عدلي كان عنده برد فتقريبا بدا التكييف ياثر عليه. الف سلام عليك. الله يسلمك وتسافر وتيجي بالسلامه، انت رايح الساحل سريعا. ربنا سهل اقدر توصل بالسلامه دايما وابدا. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد بس شوت.